البيان الختامي: أمام الكارثة السورية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، وأمام هذه المرحلة المفصلية من الثورة السورية المتزامنة مع التطورات والمتجسدات التي يشهدها العالم على الساحتين الدولية والإقليمية، فإن نحن الشباب السوري يقع على عاتقنا أن نأخذ زمام المبادرة ونوحد آراءنا لإنقاذ بلدنا. ومن هذا المنطلق، نحن كمجلس شباب سوريا الديمقراطية قمنا بندوة تحت شعار الدور الريادي للشباب في الذكرى 12 للثورة السورية وواجبنا الثوري، وتم النقاش حول 3 محاور. في المحور الأول ناقشنا حول المرحلة التاريخية لسوريا ما قبل تولي النظام السوري للحكم وتحليل تلك المرحلة وفترة حكم النظام السوري بقبضته الحديدية وقمع الحريات وتداعيات ما حدث في سوريا في تلك الفترة ومناقشة وضع الشبيبة في تلك المرحلة. وتم التطرق في المحور الثاني إلى كيفية قيام ثورة 15 آذار وتأثير الشباب فيها والتأثيرات السلبية للقوى الأقليمية والعالمية ودور الشباب في قيادة ثورة 19 تموز وتأثيرها فيها وقيادتها لها حتى وقتنا الحاضر. وهنا نحن كمجلس شباب سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وضرورة الحل السياسي وضرورة تجمع كافة القوى السورية والوطنية والديمقراطية بما فيها القوى الشبيبية الفعالة للوصول للتغيير المنثور المتخلص إلى حل سوري يضمن حقوقنا بكافة أطيافها ومكوناتها من أجل بناء سورية جديدة. إلى الجميع المجد والخلود للشهداء. مجلس شباب سوريا الديمقراطية 15/3/2023 الحسكة.